ماذا لو عاوز تدرس في أمريكا؟ حلم جميل، ها؟ بس متهيألي الطريق هيكون طويل قوي بسبب التكاليف الخرافية للدراسة واللغة اللي محتاج تتعلمها. أما بقى لو ما معكش ثانوية عامة أساساً ففرصك هتقل أكتر وأكتر. بس أنا لقيت كنز للدراسة في أمريكا بأسهل وأرخص طريقة. جامعة معتمدة ومن غير مصاريف دراسية، وبتقبل كل أنواع الثانوية العامة، أزهري، تجاري، فني، كله. والأهم من كل ده إنك ممكن تدرس فيها بالعربي. إيه؟ استنى، هحكي لك الحكاية من الأول خالص. من سنتين قررت أكمل دراسة الماجستير بقى وكده. أصل أنا دحيحة بس ما بقولش. أول حاجة جت في بالي أمريكا. المهم جهزت ورقي واخترت هدرس إيه بالظبط، وهوب لسه هقدم، لقيت الدراسة غالية قوي. لا غالية قوي وأنا غلبان. لا أنا أحيانا بس قلت مش هيأس، وأكيد العالم الكبير اللي فيه ملايين الفرص ده هلاقي فيه ولو فرصة واحدة مناسبة ليا. والمفاجأة إني لقيت جامعة معتمدة بتقبلني وبتقبل كل الناس اللي زيي، واسمها University of the People، يعني جامعة الناس، جامعتنا، ومن غير مصاريف. يا دوبك هتدفع بس مصاريف إدارية ومصاريف الامتحانات، وكمان لو مش قادر تدفعهم عادي ممكن تقدم على منحة وتدرس 100% مجاناً. اسمع على مسمى والله. أما الدراسة فهي أونلاين، وده قد ما هو محبط للناس اللي بتاخد الدراسة كوسيلة للسفر، اللي أنا كنت منهم، قد ما هو فرصة حقيقية للناس اللي عاوزة تتعلم بجد على إيدين دكاترة بيدرسوا في أهم الجامعات في العالم، الجامعات اللي نفسنا ندرس فيها. فلو أنت حقيقي بتبص لقدام وبتخطط صح لمستقبلك، فالدراسة في جامعة أونلاين دلوقتي هي طريقك عشان تسافر، في منحة علشان تكمل دراسة، أو على الأقل تقدم على شغل برة. ولو على الصحاب والكوميونيتي فأنت هتدرس في أكتر جامعة فيها طلاب من كل حتة في العالم، طلاب من أكتر من 200 دولة، تخيل. والأهم من كل ده إنك عندك الاختيار إنك تدرس بالعربي أو بالإنجليزي، يعني اللغة خلاص ما بقتش حاجة توقفك. تدرس بقى إدارة أعمال بالعربي أو بالإنجليزي، ممكن تدرس كمبيوتر ساينس، علوم طبية، أو تعمل ماجستير في التربية وتبقى مدرس شاطر ومتأسس. وطبعاً ممكن تبدأ الدراسة بالعربي وإنت بتدرس اللغة برضو في نفس الجامعة، تحول وتكمل دراستك بالإنجليزي في جمدان كده ومعاك شهادة معتمدة من أمريكا واللي مقبولة في معظم دول العالم اللي تهمك يعني. ولو عاوز تسافر وتحقق الحلم الأمريكي، فالشهادة من جامعة أمريكية معتمدة بتاخدها وانت في البيت هتديك فرصة أكبر إنك لما تقدم على فيزا السفر لأمريكا المرة الجاية تتقبل. يا محمد انت مش كحيار يا محمد، هما اللي مبالغين يا محمد. من الآخر وبصراحة كده، لو في حاجة واحدة تقدر تغير بيها حياتك اللي مش عاجباك فهي انك تتعلم. اما لو عاوز تقدم مساعدة لحد، فافضل مساعدة ممكن تقدمها له هي انه خليه يكمل تعليمه. ولو في حاجة واحدة ممكن تحل مشاكل العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص، اكيد هتكون التعليم. عشان كده انا وانت وكلنا لازم نتعلم اكتر واكتر واكتر، ونستغل الفرص العظيمه اللي بتقع قدامنا زي الفرصه دي مع University of the People. عشان كده هتعمل شير للفيديو ده، يمكن تساعد انسان انه يتعلم حاجه جديده تغير حياته فتغير العالم.